مع محمد قاسم أسعد من قرية الجيزة. من يومين الساعة 10 بالليل صارت معي حادثة. كنت أنا قاعد بالبيت، قضب إجا جمال وأحمد وأيهم صفروا لي، كنت أنا بالبيت قاعد برا على البرندة، نادوا لي صفروا لي، طلعت لهم قالوا الشباب بدنا نروح نسهر. رحت معهم، فتنا على داره لأيهم، قعدت أنا وجمال قدامي وأحمد وراه، وأيهم راح ما بعرف شو بده يسوي بالبيت جوا. احنا قاعدين بالمضافة، أي جمال قضب قلم خطاط صار يخلط شخلط لي على وجهي، قلت له يا جمال مسحك ثقيل لا تمسحوش مع عياض. ما ردش رد، سوى هون ما ردش عليه شيء، لقيت بس ده زيت وهيك جي صلخني بوكس. وجعت هو احمد ونو جاي هم جاي ثلاث عصي وحديده رول كبيره بلشين ضرب ضرب فيا شوي، كلهم ربطوني وقعدوا يكتبوا فيا، كسروني تكسير تعذيب بدماني. احكي انه انا اخذت 170,000، انه الامن اللي ضربني بدهم يصوروني على الجزيره مشان يعطوني 50,000. اي ما رضيت انا، قلت لهم لا مش الامن اللي كتلني، قال احنا بدنا ندقها بظهر الامن وبدنا نعطيك 50,000 وبصير كل الاوادم تحبك ونصير طبيعيين. ما رضيت انا عاد، اي قلبوني كمان ما رضيتش بالكبل، ظلم يقتلوا فيا ايهم وجمال واحمد، كسروني تكسير بدهم يعني اعترف انه الامن اللي كتلني. الامن ما كان بقريت نشيله بالجيزه، ما كان الامن. بعد ما صورت وخلصت سيدي صحيح، بعد ما صورت وخلصت يجوا على اساس انهم يتركوني يعني يودوني على بيتي، سيدي يردوا كتلوني يعني كتله مضبوطه وودوني عند البيت. كل ما يلاقيني واحد عندنا بالقريه بالجيزه بقولوا له الامن شو سوى فيك، الامن شو سوى فيك. قلت لهم سيدي مو الامن اللي كتلوني، ثلاثه من القريه، جمال عبد الله اسعد وايهم واحمد ابن ابو شادي. ايهم وجمال واحمد لهم سوابق يعني كثير، انه بيحرقوا مواتير وبسرقوا وبقوشوا على محلات عام او خاص. سيدي معهم مسدسات. اسمي احمد محمد حاج خليل، خريج الجيزه، عمري 17 سنه. كنت انا وفي جمال اسعد صاروا مده جاي من الكويت. اجى واحد اسمه ايهم البرم قال لنا بدي اياكم تجيبوا واحد عشان نضربه اعطيكم 50,000. قلنا من هو؟ قال محمد قاسم. جبنا له محمد قاسم الساعة 2 بعد نص الليل، ضربنا انا وجمال، انا ضربته اول شيء بعدين جمال ضربه. اجى بس انه خلص منه اجى بدي يروح، اجى ايهم ما خلاه يروح، ربط ايدي وجريه بكبل كهرباء، صار يضرب فيه بالكبل وعلى ظهره وعلى ايديه، يضرب فيه على ايديه وعلى ظهره وقال له بدك تحكي تقول انه الامن قوات الامن والشبيحه ان هم اللي ساووا فيه هيك، تحكي للعالم كله. جمال عبد الله سعد، بلدة الجيزة، بشتغل بالكويت. في يوم من الايام اجى ايام لعندي، اجى قال لي شو اسمه مسكت محمد قاسم اسعد، فمسكوا وجابوا على المضافة فضربوا. اجينا على المضافة انا واحمد الحاج خليل، لقى ايهم ربطوا لحمل قاسم اسعد، فشو اسمه ضربنا انا واحمد الحاج خليل. اي رجع ايهم السيدي شال الكبل وبلش عليه، بعدين فكينا سيدي وقعد سيدي على كرسي، وجاب ايهم سيدي تلفون وصور سيدي قال له شو اسمه سيدي اذا حدا سالك او اشي قولوا انه الامن ضربك وش اسمه وعساس انه الامن ضربك وصوروه مشان ودي على الجزيره سيدي.